مئة أهلا بكم بحلقة جديدة من بالعراقي. شكاوى متواصلة من اختناقات مرورية رغم مشاريع تطوير طرق بغداد. هذا الأمر ازدادت مع أعداد السيارات بالبلد إلى 8 ملايين سيارة، نصفها بالعاصمة بغداد. وهاي الزيادة ما رافقها تطور مماثل بالطرق والشوارع والجسور. طبعا هذا شكل تحدي كبير ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن حل أزمة الزحام المروري الخانق بالعاصمة. والتساؤلات اللي تثار، شنو الخطط الحكومية لتقليل أعداد السيارات؟ هل من خلال رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة، لو عبر اعتماد نظام تسجيل سيارات مقابل تسقيط أخرى قديمة، لو الحل الأمثل تحسين وسائل النقل العام، لو تغيير أوقات الدوام الرسمي داخل المؤسسات الحكومية والوزارات؟ وكلها حلول اليوم راح نناقشها بحلقة هذا اليوم من بالعراقي. شرعت الحكومة بتنفيذ الحزمة الثانية من مشاريع فك الاختناقات بالعاصمة بغداد عبر إنشاء مزيد من المجسرات وتحسين مقترباتها، طبعا هذا فضلا عن اتخاذ إجراءات إدارية تهدف للحد من بقاء العربات القديمة بشوارع المدن واستبدالها بأرقام جديدة. 4 ملايين سيارة تتجول في شوارع العاصمة بغداد، من أصل 7 ملايين تسير في عموم البلاد وفق تقديرات مديرية المرور العامة التي أشارت إلى أن هذا العدد يفوق الطاقة الاستيعابية للشوارع، والمقدر لها استيعاب 400,000 سيارة فقط. وبجانب ذلك هناك فوضى التقاطعات وانتشار الدراجات النارية التي لا تحمل أوراقا ثبوتية، أسباب رئيسة جعلت حركة السير في العاصمة عصيبة. إلا أن كل هذا تغير في الأيام القليلة الماضية بعد افتتاح عدد من المجسرات وتأهيل مقترباتها. وقت اللود مال الدوام كانت يعني ازدحامات، بينما باقي الاوقات مثلا ساعه 3 ساعه 4 يعني مو مثل قبل، الشوارع تقريبا فارغه زينه. اضافه الى ذلك يعني الجسور لعبت دور، الجسور الجديده اللي شيدت، الطرق الجديده اللي تبلطت، هاي كلها قللت من الازدحامات. كل بيت صارت 3 إلى 4 سيارات، فهاي هم اثرت. بناء الجسور نقول اكو فرق، بس يراد بعد. الحكومة وبعد انتهائها من الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية بافتتاح عدد من المجسرات وتوسعة الشوارع، أطلقت الحزمة الثانية والتي تتضمن بناء مزيد من المجسرات، فضلا عن إجراءات إدارية تمنع إصدار أرقام لوحات جديدة للسيارات الحديثة دون تسقيط أخرى قديمة واستخدام لوحاتها. الفوائد الاقتصادية بالتأكيد المباشرة في تقليل استهلاك الوقود، خاصة أن جزء كبير من هذه المشتقات هي مستوردة، وكذلك تقليل الهدر بالوقت لدى السواق والركاب من خلال استعمال الطرق استعمال مثالي، وكذلك تقليل من استعمال قطع الغيار، وبالتالي الإنفاق الخاص على موضوع استعمال السيارات. لجنة الاستثمار النيابية وفي إطار معالجة الاختناقات في مراكز المدن اقترحت رفع الرسوم الجمركية على السيارات الحديثة الداخلة للبلاد، فضلا عن تحسين وسائل النقل العام لتكون بديلا جاذبا عن امتلاك سيارة، خاصة وأن مراكز البحوث أشارت في دراساتها إلى وجود ما يعادل سيارة واحدة لكل 5 أشخاص، متوقعة بلوغ أعدادها 10 ملايين سيارة بحلول عام 2030، ما يشكل ضغطاً على البنى التحتية للطرق. النقل العام رغم جهود تحسينه إلا أن عرباته تمر بطرق مزدحمة ومكتظة نهاراً، ما يجعلها جزءاً من الزحام وسبباً في هدر وقت راكبها، وسط دعوات لإيقاف استيراد السيارات لخمس سنوات على الأقل، فضلاً عن إنشاء طرق دارية ودولية تبتعد في مساراتها عن مراكز المدن. من بغداد، صمد القاص، الحرة.
أرحب بضيوفي من بغداد، نبيل الصفار المتحدث باسم وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، ودكتور فاضل الغراوي رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، وأيضا معنا الخبير الاستراتيجي والأكاديمي الدكتور محمود داغر. كل الهلا ومرحبا بضيوفنا الكرام. واسمحوا لي أن أبدأ مع أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني نتابع مع حضرتك المشاريع والمجسرات اللي يعني ربما تجدون بأنها قد قللت من الاختناقات داخل العاصمة بغداد وأيضا في بقية المحافظات. نعم، مساء الخير، تحية طيبة لحضرتك أستاذ عادل وإلى كل ضيوفك الكرام وإلى كل مشاهدي قناة الحرة. نعم، بكل تأكيد يعني هذه المشاريع حال ما أطلقت بكل تأكيد، لأن هناك حاجة ملحة لمثل هيك مشاريع. يعني بغداد أصبحت مدينة مليونية مكتظة بالسكان وبالسيارات. مسألة الزيادة السكانية طبعا وزيادة أيضا عدد السيارات هو أيضا يعني شيء موجود وطبيعي في كل دول العالم، لكن ما واكب حجم مشاريع يعني توازي حجم الزيادة اللي حصلت. لذلك حقيقة كان هو تحدي أمام الحكومة وأمام وزارة الإعمار والإسكان في إطلاق حزمة أولى من 16 مشروع، وإحنا نطلق عليها حزمة أولى، معناته بكل تأكيد يعني هناك حزمة ثانية وحزمة ثالثة. ورغم ما ذكرت حضرتك في بداية تقريركم أنه نعم هناك فرق في السير اللي موجود، قد يكون أيضا في بعض الاتجاهات، لكن هناك مشاريع إحنا إن شاء الله مكملة لهذه الحزمة. يعني قد تكون بعض المسارات باتجاه أو جانب معين انتهى الازدحام المروري اللي موجود، لكن قد يبقى بالاتجاه الآخر هو الازدحام لا زال. ونحن ننظر إلى هذه الـ 16 مشروع يعني هي كمنظومة واحدة، بكل تأكيد حال ما يعني تكمل كل هذه المنظومة الـ 16 مشروع ونشرع بمشاريع الأخرى اللي هي ضمن الحزمة الثانية والثالثة مثل ما ذكرت، راح يكون هناك تغيير أكثر. وهذا طبعا كله أيضا يأتي ضمن استراتيجية ورؤية الحكومة في قطاع النقل والطرق بصورة عامة. يعني هناك بعض الجهات الأخرى أخذت على عاتقها بعض الأمور التنظيمية والإدارية، يعني مثل مديرية المرور العامة بتفعيل الإشارات الضوئية، عدم الوقوف على المسار الأيمن، أيضا الإجراءات التنظيمية من ناحية الدوام اللي تبعت الحكومة بتوزيع أوقات الدوام على ساعات مختلفة. بكل تأكيد يعني هذا سيساهم في حل هذه الأزمة. إيش قد ساهم يعني أستاذ نبيل؟ ملحوظ يعني؟ يعني هاي الإجراءات اللي اتخذت سواء بناء المجسرات، إجراءات المرور، الإجراءات الأخرى، الدوام أيضا، تقليص ساعات الدوام، تغييرها، إيش قد يعني ساعدت بتقليص ربما مسألة الزحام وفائدة صبت في فائدة المواطن؟ نعم، احنا يعني مثل ما معروف أنه أماكن التقاطعات اللي كانت موجودة بها هذه الازدحامات بالنسبة للخمس أو الست مشاريع اللي احنا أنجزناها لحد الآن، بكل تأكيد يعني في أماكن هذه التقاطعات هناك تغيير يعني بنسبة 60 إلى 80% من الازدحامات اللي موجودة. لكن كمستوى اللي أو كمسار عام لكل الازدحامات اللي موجودة داخل مدينة بغداد، فمثل ما ذكرت احنا ننتظر إكمال باقي المشاريع ضمن هذه الحزمة والحزم القادمة، وكذلك المشاريع اللي يعني راح تعتبر هي مكملة لمشاريع فك اختناقات المرورية، يعني منها الطريق الحولي مترو بغداد، القطار المعلق، وحتى طريق التنمية. يعني بكل تأكيد هذه مشاريع حيوية تنموية استراتيجية ستساهم بالحل حل أزمة المواصلات نهائيا. وشرعنا أيضا يعني احنا يعني بالحزمة الثانية وأيضا شرعنا بإجراءات أخرى ضمن القطاع الإنشاء وبناء الطرق اللي هو طريق الحلقي، يعني هذا واحد من الطرق حقيقة اللي انتظرناه طويلا. هذا الطريق الحلقي من يمر، ممكن وصفه يعني محيط في بغداد؟ نعم، هو عبارة عن رينج أو حلقة يعني حول بغداد يربط كل مداخل بغداد الرئيسية. احنا كملنا التصاميم الأولية لهذا الطريق، وأيضا سيتم تنفيذه على 4 مراحل، يعني بدءا من مدخل بغداد الموصل بالاتجاه الغربي اللي هو باتجاه طريق بغداد أبو غريب، وأيضا الجانب الآخر بالاتجاه الشرق اللي هو من مدخل بغداد كركوك باتجاه مدخل بغداد الكوت. هذا الطريق طبعا يعني هو تصاميمه قديمة صراحة، كان هناك الكثير من التجاوزات اللي حصلت على الأرض اللي مر بها هذا الطريق، حتى يعني هناك مجمعات سكنية بنيت في مسار هذا الطريق، لذلك كان لابد من إيجاد مسارات بديلة
وبالفعل يعني دائرة التصاميم أو قسم التصاميم في دائرة الطرق والجسور شرع بتحديث هذه التصاميم، وأيضا يعني ضمن الرؤية المستقبلية بمسار الطريق اللي هو طوله 94 كيلومتر، يعني خلينا بنظر الاعتبار في الجزر الوسطية مسار لخطوط النقل العام، مسألة تفعيل أيضا خطوط النقل العام هي واحدة أيضا من العوامل اللي تساعد في تخفيف الازدحامات المرورية وتشجيع المواطنين على أنهم يقتنون أو يركبون بسيارات النقل العام. زين. هذا أيضا طيب أنا يعني نعم أستاذ نبيل، جميل، يعني هذه ملاحظات مهمة جدا، ويبدو بأن هنالك مراهنة كبيرة جدا على مسألة يعني هذا الطريق الدائري الحلقي. لكن خليني يعني أنتقل إلى دكتور فاضل ونسأل، يعني هنا يعني ربما أنت في طريقك يوميا في داخل العاصمة بغداد، لاحظتم أي تحسن نتيجة الإجراءات اللي تقوم بها الحكومة؟ وهذا مو يعني وليد اليوم، إجراءات حكومات متعاقبة لكن يعني تزايدت بالآونة الأخيرة خلال هذه الحكومة، اللي تقول أنها حكومة خدمات، الكثير من المجسرات انفتحت، الكثير من المشاريع، ربما لوحظ نوع من الرضا لدى المواطن. أنت كيف لاحظت يعني هذا الموضوع دكتور؟ مساء الخير استاذ عادل، تحياتي لك ولكل المشاهدين الكرام والضيوف الاكارم. قد تكون هي اول بادره من حكومه تقدم خدمات مباشره تتعلق في ملف النقل، وقد تكون ايضا هذه المشاريع ساهمت مساهمه ولو جزئيه في حل اشكاليه النقل، وخصوصا في اماكن التقاطعات والاماكن ذات الكثافه التي تتعلق بوجود كم هائل من سيارات وكذلك العجلات المتنوعه. طيب احكي لي عن نفسك دكتور فاضل، احكي لي عن نفسك، يعني حاليا دا تلاقي صعوبه بالتنقل داخل العاصمه باوقات الذروه، واوقات الذروه ما زالت هي صباحا وبعد العوده من العمل؟ لا، هو استاذ عادل احنا خلينا نكون واقعيين، يعني المشاريع ما زالت تحت الانجاز، الازدحامات موجوده امامها بسبب انه اليوم الشركات المنفذة ما اختارت طرق بديلة للسيارات حتى تتجه اتجاه آخر، لتتجه في اتجاه ذات المشروع وتسبب زخم كبير جدا، وخصوصا في أوقات الذروة في الصباح وكذلك في الظهيرة، وهذا طبعا يسبب إشكالية كبيرة جدا باضطرار الأشخاص للبقاء لفترة طويلة من الزمن في هذه الأماكن، أو اضطرارهم إلى اتخاذ يعني أماكن أو شوارع أخرى في سبيل الوصول إلى اماكن عملهم او اماكن خاصه اللي هم يرتادوها. هذا قد يكون احد الاسباب اللي لم تعالج لحد الان في وجود الطرق المسانده في هذا الجانب. ذات الوقت ايضا المشاريع الاخرى اللي تم افتتاحها نعم ساهمت مساهمه جزئيه، باعتبار ان اليوم عندما تفتتح جسر الحلقه الاخرى باتجاه الذي تذهب اليه يوجد ايضا مشروع غير منجز، وبالتالي ما متكامله المنظومه التي تتعلق بالنقل حتى نقول احنا اكو انسيابيه تامه او اكو تغير شامل، لا، اكو تغير جزئي ايجابي في اماكن اخرى، لكن ما زالت هناك كم هائل من المشاكل التي تتعلق في موضوع الازدحامات، وخصوصا في ذروه الدوام وكذلك في اوقات الحر. يعني اتوقع اليوم استاذ عادل، انا اليوم كنت اتجول في بغداد وكنت عائد من احد الاجتماعات المهمه، ودرجة حرارة وصلت في بغداد الساعة 1:56 وانت تصعد على الجسر وما عندك منفذ للخروج من عنده بسبب وجود يعني مشروع تحت الجسر او تحت نفق الجسر، وبالتالي ماكو اي منفذ اخر حتى تذهب باتجاه السيارات حتى تخف ازمة الازدحام في هذا الوقت. بالتالي استعداد حاليا نكون ايضا واقعيين. نعم احنا نتفائل بايجابية عن هاي دور الحكومه، لكن بصراحه تامه يجب انه منظومه النقل ترى هي مو منظومه تتعلق بجزئيه، هي ما تقبل التجزئه. اليوم انت اذا تسوي في بغداد باقي المحافظات فوضات شنو ذنبها؟ باقي المحافظات ما عندها طرق نقل لحد الان، وما تعالج بها مشاكل تتعلق في مواعيد الازدحامات. تروح انت اليوم كمواطن اطلع من الكويت او من بغداد باتجاه العماره، هذا طريق موت. طريق موت لحد الان لم يتم تعبيده لتأهيله، يعني الطرق الرابطة بين المحافظات ما زالت لحد الآن، هذه الطرق لحد الآن ليس فيها إدامة كبيرة جدا. نعم أكو في أماكن معينة تم تنفيذ مجموعة من الشوارع الرئيسية والحلقية وكذا، لكن المنظومة ما مكتملة لحد الآن. طيب ماذا عن المحافظات؟ ماذا عن المحافظات؟ أيضا وصلتها المشاريع؟
لا المشاريع جزئية يعني مو مثل بغداد. نعم. أكثر المشاريع. طيب إحنا خلينا نخلي هذا السؤال جزء. يعني راح نعود للأستاذ نبيل ونسأله عنه يعني الطرق الرابطة بين المحافظات والمشاريع قلة المشاريع بالمحافظات، لكن أريد أشرك دكتور محمود وأسأله يعني بهالأثناء والحكومة تقوم بمشاريع مختلفة، وكان هنالك مشاريع بالتأكيد يعني سبقت يعني هذه المشاريع لفك الاختناقات، لكن خلينا نسأل هذه يعني المشاكل الاختناقات هل سببها فيما يتعلق بالتخطيط الحضري أو تصميم الطرق هو من يساهم بهذه الاختناقات وربما أيضا سيزيد من أعباء الاختناقات؟ وايد أشوف عندك مشكلة الكهرباء ما زالت قائمة. طبعا يعني الآن ما قاعد تشاهدوني. صوتك لي وصلني دكتور محمود. المشكلة في العراق هي مشكلة متراكمة مركبة، مشكلة حجم سيارات، تعطل التصاميم التطويرية لخاصة مدينة بغداد. يمكن احنا الآن الكلام عن هاي السنتين الأخيرة هنالك تحسن ملموس، لكن ما زالت الازدحامات يعني موجودة، لكن لابد من الاعتراف أن الحال أفضل من قبل يعني خلينا نقول 8 أو سنة. الحال أفضل باعتقادي اكتمال المشاريع بخطوتها أو بمرحلتها الأولى ستؤدي إلى التقليل من زخم الاختناقات، لكن الاستمرار على هذا المنوال من استيراد السيارات مع رخص البنزين، يعني ولو البعض ينزعج، مع رخص الوقود يجعل من تكدس السيارات في الشوارع أمر غريب جدا. لابد أن نضع استراتيجيات طويلة الأمد، تصميم الشوارع. يعني هو سؤالي دكتور محمود، سؤالي حول التخطيط يعني التخطيط الحضري وإنشاء الطرق هل ساهم بفك الاختناقات لو فاقمها، وهل هنالك رؤية يعني معينة ربما تزيد من جمالية أيضا المدينة إضافة إلى إنشاء هذه المشاريع؟ أتكلم بشكل يعني حتى انطباعي أنا، أعتقد هنالك تحسن نسبي لأن المشاريع ما كملت، زائدا المشاريع كلها بدت مرة واحدة، وبالتالي قد يكون عمليات التقاطع بها مشكلة، لكن حلت مشكلة معينة. زائدا أعتقد جدول الدوام اليومي اللي حصل كان إلى تأثير معين. باعتقادي لابد من إعادة النظر في التصاميم، لأن بغداد لم تخدم لمدة طويلة يعني من الحروب بالثمانينات والتسعينات، وحتى في المرحلة الحالية لم نشهد عدا في هذه السنتين الأخيرة، وهذا لابد من قوله. نعم طيب، لكن بالتأكيد يعني هنالك حتى على الرغم من كون هذه المشاريع بدأت تتضح معالمها وخدماتها أيضا بشكل أو بآخر، وهذا ماذا تنقل الكثير من الصور. ضيوف الكرام ابقوا ويانا وخلونا ننتقل للفاصل، بعد الفاصل نتابع بعد وصول أعدادها لثمان ملايين سيارة كيف يمكن تقليل أعدادها لحل مشكلة الاختناقات المرورية. أهلا بكم مرة أخرى. شلون ممكن حل الازدحامات المرورية؟ طبعا بحسب رأي المواطن العادي، خلينا نشوف أراء المواطنين ودعواتهم للجهات المختصة لحل حقيقي لهذه المشكلة الأزمة اللي تعبتهم هواية. والله مواعيدنا يخربط من اجل انه يكون ازدحامات ما منتظر، يعني من حينما يكون عندك فد موعد
يعني تخالف بالموعد من 100-200، يعني هذا شيء صعب، وهذا على الحكومة أنه يسهل الطريق والطرق للمواطن، كأنه يكون يروح ويرجع بالرفاهية أو يغير طريقة المسار السيارات، يعني يغير يسوي تونيلات، يسوي جسور، يسوي هذا، هذا واجب الدولة والحكومة. ماكو أحد يلتزم، إذا أكو مرور يلتزمون، الجهة ما بيها مرور لو بكل سرعته، حتى مو إذا كان سرعة 60 فهو يمشي 90. الدولة المفروض تنظر لاستيراد السيارات، لأنه كل يعني المفروض استيراد السيارات مو بالشكل اللي يعني كل ما كل الناس تستورد، وهذا هذا راح يخلق سيارات هواية وتسقيط ماكو بنفس الوقت، تسقيط السيارات هم ماكو، لأنه المفروض يصير تسقيط للسيارات حتى تنحل هاي المشكلة. هاي الشوارع من الستينات سبعينات موجودة ودخلت ملايين السيارات بالآخر 20 سنة، فمثل ما قلت لك إذا ما تصير استحداث مدن حديثة برا بغداد حتى تسحب الناس برا، تصير دوائر دولة برا، ما تنحل مشكلة الزحام. إذا أريد نسوي حلول يعني وقتية، يعني نخفف من استيراد السيارات أو هاي الفردي والزوجي، ومو حل طبعاً، هذا مو حل. بالنسبة للحلول الدائمية، أنفاق، جسور، شوارع جديدة، يعني فك الاختناقات ما يصير إذا ما يصير استحداث. أهلا بكم في المحطة الثانية من برنامج بالعراقي، ضيوفا ومشاهدين. أستاذ نبيل، يعني استمعت حضرتك وشفت يعني حقيقة آراء المواطنين وآراءهم يعني متباينة، ولكن خليني يعني أعود بحضرتك إلى ما ذكر دكتور الغراوي في إشارة إلى أنه يعني حقيقة الأمر مشكورين، تقومون بالكثير من المشاريع والكثير من المجسرات اللي تساهم بفك الاختناقات، لكن بحقيقة الأمر الشركات اللي تقوم يعني بهذه المشاريع ده تنسى المواطن، تأخذ فترة طويلة المشاريع، وده تنسى المواطن إيجاد طرق بديلة بهذا الأمر. شنو الإجراءات اللي يجب أن توجهها لهذه الشركات حتى توجد طرق بديلة وتقلل أيضا من الاختناقات أثناء فترة إنجاز هذه المشاريع؟ لا بالعكس، يعني واحدة من الأولويات اللي انطلقت على أساسها الـ 16 مشروع، يعني اللي تم تشخيصها من أصل 60 عقدة مرورية موجودة، واحدة من الأمور اللي تم يعني فرضها على الشركات طبعا وبالتعاون مع مديرية المرور العامة بضرورة إيجاد طرق ومسارات بديلة في أماكن إنشاء هذه المشاريع. وإحنا لاحظنا يعني رغم أنه بغداد مدينة مليونية مكتظة، لكن أغلب أماكن أو كل أماكن إنشاء هذه المشاريع قد يكون هناك تضييق طبعا صار ببعض المسارات اللي موجودة، لكن أي منطقة ما انغلقت غلق تام، يعني لأن هاي كانت واحدة من الشروط اللي فرضناها على الشركات أنه من تنفذ لازم تلقى لي طريق بديل. وبالفعل يعني الطرق البديلة موجودة وهي فترة مؤقتة، يعني احنا حتى السقوف الزمنية ايش قد تقول للمواطن يعني هاي الفترة المؤقتة استاذ نبيل، يعني حتى يستمع من عندك؟ احنا اطلقنا هاشتاج تحملونا شوية، يعني بالتالي هو يعني هي مو منا ولا فضل من الحكومة. لشوية ايش قد لشوية؟ خلينا نحددها لشوية ايش قد، سنة سنتين؟ احنا هسه خلال سنة 5 أو 6 مشاريع، يعني يوم امس افتتحنا جزء من مشروع، خلال سنة يعني أنجزنا 6 مشاريع وصولاً إلى نهاية هذا العام. نعم. إن شاء الله تكون 11 مشروع أيضاً دخلت إلى الخدمة. باقي المشاريع اللي هي انطلقت مؤخراً، يعني سواء انطلقت في بداية عام 2024 أو في نهاية عام 2023، اللي هي جسر غزة ومشروع ساحة الطلائع وجسر الجادرية الثاني ومشروع ربط الجسر المعلق بجسر الطابقين وإنشاء مجسر في تقاطع المصافي، يعني ذني إن شاء الله نهايتهم يكون في منتصف عام 2025. يعني هو هذه السقوف اللي وضعناها حقيقة تعتبر هي سقوف يعني زمنية مضغوطة، حتى يعني تم التوجيه بالعمل بثلاث شفتات في هذه المشاريع، وإحنا لاحظنا بعض المشاريع انجزت قبل الفترة الزمنية المحددة إلها. يعني شركات عراقية تقوم بهاي المشاريع لو شركات أجنبية وعربية؟ لا، هناك شركات عراقية وهناك شركات عربية وهناك شركات أجنبية. المعيار الأساسي اللي تم اختيار به هذه الشركات هي الملاءة المالية بالدرجة الأساسية وكفاءتها وتنفيذها لأعمال مماثلة.
يعني لكن عندكم متابعة أثناء التنفيذ مو على مراحل التنفيذ؟ بكل تأكيد بكل تأكيد هناك فرق مشكلة يعني من وزارة الإعمار والإسكان ودائرة الطرق والجسور طبعا، بالإضافة إلى الفرق الأخرى اللي تم تشكيلها بتوجيه من دولة رئيس الوزراء لباقي القطاعات اللي ممكن أن نشهد تعارضات في أماكن إنشاء هذه المشاريع. والتعارضات طبعا هي هم نوعين، يعني تعارضات البنى التحتية هذه أغلبها الحمد لله تم تجاوزها، يعني الفرق الموجودة من دوائر الماء والمجاري والاتصالات الكهرباء النفط موارد مائية وغيرها، يعني هذه حال ما يلقون عارض يقومون بإعداد كشف موقعي ويتم إزالته. يعني نحتاج يعني هو قد يكون يقول لك صار تأخير، هو مو تأخير وإنما أنت قد تحتاج إلى يعني فترة زمنية لغرض إزالة أو تغيير مسار العارض. بعض العوارض الأخرى متعلقة باستملاكات وتجاوز على الأراضي اللي موجودة، يعني واللي لها علاقة يعني بعض المشيدات وبعض المناطق العشوائية اللي صارت أيضا نتيجة يعني حاجة البلد إلى السكن، فهذه أيضا يعني تحل بموجب القوانين والتشريعات وبموجب توجيهات حكومية بكل تأكيد. نعم طيب أنا خليني يعني نعم أستاذ نبيل خليني أسألك أيضا، يعني يبدو بأنه التركيز عندكم فقط على بغداد بالمشاريع، يعني دكتور فاضل مثلا ذكر لنا بأنه الطريق الرابط بين المحافظات أكو بمشاكل كثيرة. نعم دائرة الطرق والجسور من مهامها الرئيسية أنه هي الطرق الرابطة ما بين المحافظات، يعني إحنا مشاريع فك اختناقات المرورية هو تم يعني تكليف وزارة الإعمار كجهة تنفيذية تابعة إلى الحكومة بتنفيذ هذه المشاريع طبعا بالتعاون مع أمانة بغداد باعتبارهم هم المسؤولين عن التصميم الأساس لمدينة بغداد، واختارينا مدينة بغداد أو تم اختيار مدينة بغداد باعتبارها المدينة الأكثر اكتظاظ يعني بالسكان والسيارات. احنا هناك توجهات يعني في تعميم هذه التجربة ونقلها إلى باقي المحافظات إن شاء الله حال ما نكملها في بغداد، لكن يعني الأولوية هي صارت لبغداد باعتبارها الأكثر سيارات والأكثر سكان. موضوع الطرق الخارجية يعني احنا وزارتنا حاليا تقوم بتنفيذ تقريبا يعني أكثر من 80 مشروع ضمن مهامها الرئيسية اللي هي الطرق الرابطة بين المحافظات، وأهم طريقين اللي هو طريق بغداد كركوك يعني هذا اللي هو بطول 400 كيلومتر، وكذلك طريق بغداد الكوت اللي كان ما يطلق عليه طريق الموت واللي وصلنا إلى مراحل الإنجاز متقدمة يعني أيضا خلال هاي السنة. يعني الأولوية هذه أنا الطريقين هذا من أهم الطرق يعني اللي ما يعني تقوم بها وزارة الإعمار والإسكان. عندنا أيضا في محافظات أخرى يعني أنجزنا ولا زال يعني ننجز الكثير منها في الكوت في الديوانية مشاريع داخل المحافظات داخل المحافظات من مسؤولية دائرة الطرق والجسور اللي تابعة المحافظة بعد نقل الصلاحيات، لكن أنا أحكي لك الطرق اللي تربط هاي المحافظات ما بينها، يعني بعض جسر داغوق مثلا ايضا في كركوك يعني هذا ما يتم تكليف وزاره الاعمار به ايضا تقوم بتنفيذه ضمن الخطه الاستراتيجيه الحكوميه اللي موجوده. فموضوع فك اختناقات يعني ارجع واقول انه تكليف الوزاره اللي ما تمتلكه حقيقه من كفاءه، صح هذه الطرق يعني شهدت فتره بعدم الصيانه، ايضا الظروف اللي قد يكون مر بها البلد وانشغال الدوله بالنزاعات السياسيه والحروب يمكن ما صارت إدامة وصيانة على هذه الطرق رغم أنه السيارات ازدادت. وأرجع وأقول أنه مسألة زيادة عدد السيارات بناء على حاجة يعني حاجة السكان وزيادة السكانية هي مسألة طبيعية، وحتى أنه يعني العراق يعني هو غير مصنف بالترتيب العالمي من ضمن الدول المتقدمة بالازدحامات المرورية، هناك الكثير من أستاذ نبيل احنا ما نريد نوصل يعني للتصنيف، ما نريد أحد يوصلنا للتصنيف نظهر بالتصنيف يلا نتحرك يعني بالتأكيد لا إن شاء الله ما نوصل احنا تحركوا يعني هسه طيب جميل يعني هذا التحرك المسبق جميل جدا. خلينا نسأل الأستاذ فاضل عن الحلول اللي ممكن دكتور فاضل اللي ممكن يعني تتوافر لفك الاختناقات، واحنا نتحدث عن ارتفاع بأعداد السيارات 8 ملايين سيارة يعني تقريبا موجودة بالشارع وربما تكون أكثر، شنو الحلول اللي تقدم يعني لتقليل وجود هذه السيارات بالشارع بهذا الشكل؟ أستاذ عادل أولا يعني إحنا العراق طبعا في مرتبة لا مو مرتبة المرتبة 55 في عدد السيارات، وهذه المرتبة تسبب ازدحامات كبيرة جدا، كل فرد عراقي قياسا إلى 5 أشخاص عنده سيارة، كل بيصر عنده 4 سيارات 5 سيارات، وهذه كلها تصير تداعيات وتصير اختناقات. توقع حتى 60% من قيمة الملوثات في بغداد أساس ملوثات خاصة بالسيارات، وبالتالي اليوم انت تريد تعالج يجب ان تعالج المشكله من اسسها.
اليوم انت فاتح باب الاستيراد ما انزل الله به من سلطان كل انواع السيارات الرديئه واللي ما عندها مناشم واللي ما بيها متطلبات الامان واللي بيها عوادم وجوانب تتعلق بموضوع عدم الملوثات. وانت ما جت وقفت الاستيرادات حتى نقول احنا كل سنه ما شاء الله كل موديل ينزل وكل نوعيات تنزل واليوم نزيد باعداد السيارات هذا ايضا. طيب هاي يعني مو تحسب بانه سيارات حديثه مو سيارات قديمه موجوده بالشارع؟ هذا مو جيد ايضا فيما يتعلق بالبيئه؟ على عيني وعلى راسي انت جبت السيارات الحديثه كلها من مناشئ ايجابيه ومناشئ معروفه وانت فاتحها من كل مكان. طيب مو اكو سيطره ونوعيه دكتور فاضل ولا مهمل دورها هنا بالمتابعه؟ يا بعد عين عينك انت تعال شوف السيارات الموجوده في العراق من كل مناشئ العالم. هذه واحد. اثنين ايش قد انت سقطت موديلات سيارات؟ انت ما سقطت وايد، اللي سقطنا وصلني الى 2015 الى 2016 اقول لك والله صحيح الان انتقلنا الى بيئه السيارات تعمل بالهايبر تعمل بال الموضوع الملوثات الصديقة للبيئة هذا ما سوينا لحد الآن. بنفس الوقت أيضا أنت ما أجيت مثلا عالجت المشكلة من أسسها. اليوم موضوع الاختناقات اللي تفضل بها المتحدث جزاه الله ألف خير، رئيس وزراء ينزل للشارع، وزير البلديات ينزل للشارع نشوف شغل، والشغل ترى مو كلش متكامل لسه عادل. أكو شركات امام العين رصينه ومرتبه تقدم لنا اليوم عنصر حضر، وقت شركات لا والله مو اصلا ما نقدر نقول عليها شركات تقدم اثر، وبالتالي اليوم اكو مشاريع لحد الان ما كانت متاكده. دكتور فاضل نتكلم بالعموم لو اكو اماكن يعني معينه ممكن الاشاره اليها يعني مثلا تعلقت هذه المشاريع ما قدمت صوره صحيحه. الان اليوم رئيس وزراء من اول يوم راح الى موضوع طريق التاج وقال احنا خلال 3 أشهر 4 أشهر احنا نكمل هذا الطريق، وسوى غرفه على عمليات وخلاها وين بداخل الطريق، وبدا عاف شغل رئاسه الحكومه وقعد وين قعد بالطريق في سبيل يكمل. لليوم الطريق ما كمل، مثل طريق الكود، مثل طريق كركوك، مثل بوابه بغداد باتجاه الشعب، مثل البوابات الاخرى. هي الان هي منظومه بدا بها العمل لكن العمل ما متكامل. انت حتى تعالج هاي المشكله يجب انه انت تتخذ هذه الادوار. زين الان سوينا 16 مشروع والسنه الجايه راح نسوي مشاريع. زين احنا ما نحسب الاعداد بالنسبه للزياده السكانيه، واحنا بغداد ما قاعد تتوسع ما قاعد تنفتح هي حتى نقول والله احنا عالجنا مشكله الاختناقات. راح يصير عندنا اعداد سكانيه عاليه، راح يصير عندنا اعداد سيارات عاليه، راح يبقى الازدحام. يعني انت سويت 16 ورا فتره معينه هم راح يصير ازدحامات بسبب انه انت ما اتخذت اجراءات فعاله لتقليل موضوع السيارات وكميه السيارات الموجوده. بس خلي نناقش استاذ عادل واقعيه، هاي الاعداد اللي ماتت، الناس اللي انجرحت، حوادث السيارات تكمل هاي بالالاف، منين صار هذا؟ شنو كلهم الناس راحوا يعني بسبب السرعه؟ لا، جزء من عنده موضوع الطرق وعدم وجود الطرق اللي بيها رصانه وبيها متانه وبيها تاثيث وبيها اناره. تعطيني انت اليوم روح منظومه العراق كله، انت عندك طرق موجوده دوليه بها اناره تامه يقدر واحد يروح باناره تامه؟ ماكو الا ما ندر في بوابات المحافظات موجوده هذه الطرق. اليوم احنا في بغداد نشهد نقله نوعيه، ما حد يقدر يغيب هذا الدور الكبير اللي تقوم به الحكومه ووزاره البلديات وباقي المؤسسات السانده. لكن بصراحه تامه المواطن هماتين ما عنده قدره انه يتحمل هذا الضين، منا كهرباء ماكو، منا خدمات ماكو، منا ماي ماكو، النوم اليوم صعوبه التنقل والازدحامات. واليوم خلي نباوع سلعات بس مفرده، خلي نباوع اليوم التاثيرات اللي تصير على البيئه والتغييرات المناخيه اللي تصير بسبب ملوثات الخاصه. يعني ما ننسى بانه احنا بنعالج مشكله بانه نخلق لنا مشكله ثانيه بالتاكيد. يعني هاي مهم، اشاره مهمه دكتور فاضل. لكن خلينا نشوف دكتور محمود شو يقول. يعني عندنا اعداد سيارات كبيره، شنو الاجراءات اللي ممكن واحد يتخذها بما انه بدنا نركز على هذا الموضوع بهاي المحطه؟ رفع الرسوم الجمركيه مثلا، تقليل اعداد السيارات، عدم السماح لها، يعني الناس الله مفضل عليها وعندها فلوس وده تشتري سيارات، شو نقول لها؟ نقول لها تشتري سياره بس واحده ونحدد وياها؟ شنو الاجراءات اللي اخرى اللي ممكن نتخذها لتقليل اعداد السيارات بالشارع؟ لا شك تحدث الاخ اللي قبلي
فعلا أصبحت استيراد السيارات مشكلة يجب معالجتها. معالجتها سعريا عن طريق رفع الرسوم الجمركية، معالجتها عن طريق المنع للاستيراد، أو على الأقل إجراءات كمية للسماح بسيارات معينة للدخول للعراق. طبعاً أنت تعرف الآن إحنا أكو مشروع مترو وقطار أيضاً، باعتقادي كلها راح تساهم عند إنجازها بالتخفيف، لكن فعلاً هذه الفوضى بالاستيراد غير مقبولة. يعني لابد من وضع حد، وكل العالم الآن من يستورد أي سلعة يضع خطة استراتيجية للاستيراد. يعني إحنا ما زلنا نستورد سيارات جديدة ومن مناشئ متعبانة بها السلامة منخفضة، ما زلنا نستورد سيارات أيضا مستخدمة وإلى آخره. باعتقادي هذا الموضوع وقضية عدم منح رقم سيارة إلا بعد إنهاء سيارة، وهاي خطة إحنا بدينا بها لكن بعدين توقفت هاي العملية لأسباب متعددة. نعم هنالك زيادة بعدد السكان، لكن من غير المعقول أن تمشي زيادة السيارات parallel مع زيادة السكان، هذا غير طبيعي. دكتور محمود، الناس راح تزعل عليك، يعني زيادة الرسوم على السيارات، هي الناس عندها سيارة وتزداد الرسوم عليها، شو يسوي؟ احنا نعرف هاي الحلول الاقتصادية، يعني انا مع كل حل اقتصادي يؤدي الى توزيع الموارد بشكل صحيح. ماكو حل نموذجي ما يزعل عليه البعض ويقبل عليه البعض اخر. احنا هاي هم وحده من مشاكلنا. يعني انا اذا اخلي الاسره يحصل بها عدد سيارات، بحيث الان اصبحت الشوارع الفرعيه لا تصلح للمسير من قد السيارات اللي مرصوفه على قريب الارصفه. يعني المناطق السكانيه اصبحت مزعجه بسبب انه كل بيت سيارتين ثلاثه، وبالتالي اصبحت المرور بها. لابد من اجراءات حاسمه بهذا الموضوع. اما والله كل من عنده اي مبلغ قدر يشتري سياره بالاقساط، لانه سياره رخيصه من مناشئ رخيصه. طيب يعني يعني بالتاكيد، يعني انا ما اعرف بعد، الناس تزعل عليك ما تزعل عليك، دور لك حل دكتور محمود. بعد الفاصل حنروح فاصل، ننتقل فاصل، وبعد الفاصل نتابع معدلات النمو لعدد السكان بالعراق قد تصل الى 50 مليون بحلول العام 2030، ترتفع معه اعداد السيارات الى نحو 10 ملايين، شنو الحل؟ أجدد ترحب بكم ضيوفا ومشاهدين في المحطة الثالثة والأخيرة من برنامج بالعراق. أستاذ نبيل، خليني أسألك، يعني بحقيقة الأمر نقطة مهمة جدا أشار لها يعني ضيوفنا الكرام، ويعني خليني أتوقف عند مسألة، ما أعرف يشاوروكم ما يشاوروكم الجهات اللي تستورد السيارات حول وضع ضوابط الاستيراد، وأنتوا عندكم معرفة بأنه بالطرق وصلاحيتها وأي الطرق اللي ممكن تستخدم وطبيعة السيارات أيضا، أكو حد يشاوركم بالموضوع قبل الاستيراد؟ لا حقيقة، يعني إحنا كوزارة إعمار وإسكان، يعني إحنا جهة تنفيذية وليس يعني جهة تشريعية بالنسبة لهذا الموضوع، يعني موضوع الاستيراد لا، يعني ما أتحدث عنه أستاذ نبيل، بأنه أكو جهات أيضا
من جهة تستورد السيارات وغيرها المكلفة بهذا الأمر يجب أن تراعي بأنه يعني احتياجات نعم الشارع الطرق الغيرة من الأمور، وهاي أنتم بالتأكيد محدديها يعني حتى عمر الطريق هذا شقد، الحمولات اللي شقد تمشي عليه. احنا نجد الحلول حقيقة للمشاكل اللي موجودة، اما يعني مسألة انه كيف اقضي على هذه المسألة مسألة الاستيراد تحديدا نعم. فبكل تأكيد هناك جهات اخرى مسؤولة على هذا يعني الموضوع. ما حد يشاوركم بالموضوع لا لا ما احنا قلت لك يعني احنا بالنسبة لنا يعني انشاء الطرق رغم انه اني تحضرتك ذكرت قبل قليل مسألة الحمولات والاوزان اللي موجودة ايضا هذا شرعنا به، يعني حقيقة الكثير من الامور اللي كانت بالسابق غير مفعلة في ظل هذه الحكومة تم تفعيلها، يعني حتى محطات الوزن عندنا 83 محطة وزن، يعني حاليا 11 محطة دخلت إلى الخدمة الفعلية، وأيضا إن شاء الله 3 محطات أخرى قريبا ستدخل إلى الخدمة وصولا إلى نهاية العام. هذه على الطرق الخارجية ها؟ على الطرق الخارجية نعم، ومخارج أماكن المقالع اللي وملزمة كل المركبات أو فقط مركبات الحمل بالتوقف عندها؟ مركبات الحمل بكل انواعها طبعا بموجب يعني الاحمال اللي تحملها حسب نوع المركبه نعم. وبدانا بها فعليا يعني انطلق العمل بها، فهذه ايضا واحده من الاجراءات. ارجع واقول يعني هي مساله زياده عدد السيارات تحتاج الى مشاريع تستوعب هذه الزياده اللي موجوده، وهذا ما نحن بصدد، يعني حتى من اطلقنا مشاريع فك اختناقات المروريه، يعني كثير كان يقول انه هي هذه يعني لازم تشوفوا لكم بدائل اخرى، لكن انت داخل بغداد كواقع حال اصبحت موجوده، يعني هذه عدد السيارات اللي موجود في بغداد ما يقارب 4 مليون سياره، فهذا انت شلون تجد حلول لمعالجه ازمه حقيقيه موجوده فعليا، فلا بد من انشاء طرق. صح كان بالسابق يعني بعض المشاريع وبعض المجسرات اللي تم انشائها لكن ما غطت حقيقة حجم الزيادة اللي صارت، لذلك توجهنا نحو هذا الموضوع وهي كمرحلة أولى مثل ما ذكرنا، بالإضافة إلى يعني طريق الحلق إن شاء الله ينجز، يعني هذا أيضا راح يخفف كثيرا باعتبار السيارات بعد ما راح تدخل في داخل بغداد اللي قادمة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وبالعكس يعني هذا أيضا واحد من الأمور اللي تسبب ازدحامات في داخل بغداد. هذا راح يساعد بشكل كبير جدا، كم النسبة اللي راح يساعد نعم. بها مسألة للداخل والخارج من بغداد وأيضا اللي ربما في مسألة يعني التنقلات الداخلية؟ شوف أنا ذكرت أنه إحنا ننظر إلى موضوع يعني فك الاختناقات كحزمة، يعني ننظر لها كلها كمنظومة واحدة، وذكرت لك أنه مثلا في أماكن التقاطعات اللي صارت حاليا خففت كثيرا من الازدحامات، يعني وذكرت لك حتى النسبه تقريبا من 60 الى 80 في اماكن هذه التقاطعات نعم. لكن مثلا يعني المشروع مجسر فائق حسن، يعني العقده المروريه قد تكون انتقلت الى بدايه جسر الصرافيه، احنا حاليا اطلقنا الحزمه الثانيه وبدينا اول مشروع ضمن الحزمه الثانيه اللي هو انشاء جسر الصرافيه الثاني اللي هو راح يكون جسر موازي لجسر الصرافيه الحالي، بالاضافه الى انشاء مجسرين، مجسر في تقاطع الصرافية عفوا ومجسر آخر في براثة تقاطع براثة حتى ينقل الحركة المرورية بالتالي إلى مجسر الشالشية، وبالتالي من مجسر الشالشية إلى الطوبشي، وبالتالي من الطوبشي إلى ساحة عدن، فهذه المسارات حقيقة كلها يعني تم اختيارها وفق دراسات يعني استمرت حوالي يعني 10 أسابيع احنا قبل انطلاق هذه الحزمة، جلسنا مع الأمانة، جلسنا مع مديرية المرور العامة باستخدام الكاميرات المرورية، عد المرور اللي موجود في هذه التقاطعات اللي على أساس اختارينا يعني مسارات حتى تحقق انسيابية بالسير، يعني حتى مثلا طريق القناة اللي هو يعتبر شريان الطرق في بغداد، يعني واحد من الطرق الشريانية المهمة، هذا به أربع مشاريع على امتداد هذا الطريق السريع، طريق سريع القناة، يعني بدأ من شمال القناة إلى نعم يعني جنوب. واضح أستاذ نبيل بأنه المشاريع اللي تقومون بها مشاريع كبيرة جدا، ويبدو يعني من خلالها حتى من يتابع بأنه بغداد أصبحت خلية نحل بالتنقلات نعم. بهذه الأماكن. دكتور يعني مثل ما أشرنا يعني في عمل ناس مثابرة بالعمل في مشاريع في غيرها من الأمور كثيرة، لكن لا يعتمد الأمر فقط يعني ربما على تقليل معدل السيارات. خلينا نسأل يعني على وسائط النقل العام ممكن تساهم بشكل أو بآخر، المترو يعني هل يمكن أن توجه مثل هكذا أسئلة، وين صار، شنو الإجراءات اللي ممكن تسرع من هذا المشروع؟
دكتور فاضل. المترو حقيقة هو دكتور فاضل عذراً. أكيد أستاذ عادل، اليوم البدائل الأساسية التي تقوم بها الحكومة في موضوع المترو، في موضوع الأنفاق، في موضوع النقل العام، هذا طبعا راح يكون له تأثير إيجابي ومباشر. لأن أنت بصراحة تامة ما كان عندك منذ اليوم صار لنا 30-40 سنة ما عندنا شيء اسمه مترو، وعندنا وسائل نقل سريعة مباشرة وتخلصنا من كل هذا. وإذا كان المترو معلق أو كان المترو تحت الأرض طبعا راح تكون عندنا نقلة نوعية في موضوع معالجة أزمة النقل داخل العراق. لكن إذا احنا نبحث عن حلول أستاذ عادل، أكو حلول اللي نسميها اليوم الحلول المرحلية، وأكو حلول استراتيجية. الأخوة الآن بدأوا بالحلول المرحلية، لكن يجب أن يفكروا بتمعن بالحلول الاستراتيجية مع زيادة والانفجار السكاني الحادث في العراق وخصوصا في بغداد. اليوم احنا مثل ما سوينا المدن السكنية الآن في بغداد، مدينة الجواهري، مدينة علي الوردي، خلي نسوي المدينة الإدارية، نخرج كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر المعنية في هذه المدينة الإدارية ونوصل لها طرق معينة، بالتالي راح نساهم مساهمة كبيرة جدا في الحد من أزمة النقل وكذلك الموضوع للزحامات الحاصلة في بغداد. نفس الوقت خلي ناخذ تجربة إقليم كردستان. الأستاذ الفاضل يتحدث عن طريق حلقي واحد، كردستان بدأت في 100-120-150 والآن متجهين إلى طرق 200، وهذه الطرق طبعا متكاملة وبها أيضا جسور وبها أيضا أنفاق، وبالتالي أيضا بها متطلبات السلام والأمان وكذلك الإشارات والتأثيث. هذه قد تكون أيضا شيء إيجابي جدا. خلي ناخذ اليوم تجربة بسيطة، حتى في بغداد عندما تم افتتاح الطريق الحلقي الخاص باليوسفية الآتي من اتجاه الحلة إلى بغداد، هذا الدرس سوى صار عادل كأنما سوالك نقلة نوعية ما حد كان متوقعها. كانت أزمة نقل واكتظاظ في بوابة بغداد رفعها بشكل مباشر، لكن من توصل إلى طريق محمد القاسم راح تلقى نفس أزمة الازدحام، لأن إحنا ما كان أكو تكامل. طيب يعني دكتور راح يقول لك هناك بالتأكيد يعني العافية درجات من يقول لك، وده تمشي يعني الأمور كما يقال. لست هنا مدافع الموجود أستاذ نبيل، ممكن يعني يتحدث عن هذا الموضوع، لكن خلينا نشرك دكتور يعني محمود، يعني الحكومة تقوم بواجبها، لكن هنالك من يحمل المواطن يقول أيضا هو يتحمل المسؤولية، عنده دور كبير جدا بهذا الازدحام، هذا اللي يجي فوت رونج سايد، هذا اللي ما يلتزم بالإشارات المرورية، المواطن كيف توعيه وتخليه بالصورة بما يجري من تغييرات حقيقية، ويجب أن يكون له دور بهذا التغيير وفك الاختناقات. المواطن له دور في كل الأشياء، مو فقط في قضية الازدحامات، وفي الازدحامات فعلا، بس قبل لا نباوع للمواطن خلونا نشوف هذا الحجم الهائل من الدراجات الهوائية والتوك توك اللي أصبحت تحتاج إلى حل واقعي وليس حل بطريقة ردود الأفعال، نوقفهم نلقي القبض عليهم. يجب أن تحل هاي القضية. ترى ما يخص السيارات بالاستيراد نفس الشيء، يجب أن نوقف الاستيراد لهذه المركبات التي أصبحت تشكل عائق أيضا على السير في الشوارع. أما القضية الوعي المواطن، لا شك المواطن إلى دور من خلال تحمل جزء من المشكلة عبر الانضباط. نعم دكتور، هذا مطلوب، وان شاء الله ان شاء الله هذا، بس هذا يجي كلتشر، يجي تدريجي. نعم استاذ نبيل، تجارب ممكن الاستفاده من عدها، تجارب دوليه وباختصار لو سمحت. نعم بكل تاكيد، يعني التجارب اللي مرت بها الدول اللي عانت مساله الازدحامات المروريه يعني تقوم بعده اجراءات، يعني اجراءات هندسيه وانشائيه، اجراءات تنظيميه، اجراءات اداريه، وهذا ما حصل في بلدنا، يعني من ناحية المشاريع اللي خاصة بفك الاختناقات، وكذلك ذكرنا الإجراءات التنظيمية اللي تقوم بها مديرية المرور العامة. نحتاج مثل ما ذكر الأستاذ إلى الثقافة، إنه الناس تتوعى بموضوع يعني عدم التجاوز على الطريق. يعني كثير من المناطق السكنية تحديدا يعني تشوف الشارع العام البسطيات نازلين إلى مستوى نص الشارع ومعرقلين السير، مسألة الوقوف على المسار الأيمن، فهذه كلها إجراءات
تنظيمية تحتاج إلى تفعيل وتحتاج شكرا إلى جزيلا معرفة. يعني هذا الموضوع يطول ورح نبقى متابعة له بالتأكيد. أشكر ضيوفي سيد نبيل الصفار المتحدث باسم وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، ودكتور فاضل الغراوي رئيس مجلس الاستراتيجي لحقوق الإنسان، ودكتور صفواء أيضا معنا كان دكتور محمود داخل الأكاديمي والخبير الاقتصادي. وسلامتكم، انتهت حلقة اليوم مباشر موضوع جديد وبالعراقي. يمكنكم متابعة البث والإعادة على منصاتنا المختلفة والتفاعل مع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقولكم بالعراقي أودعناكم.